ان شاء الله. احنا فيما يتعلق بكيروش طبعا لا غبار على ان كيروش راجل عنده خبرات سابقه وعنده سي في محترم ومقلبص كده مليان نجاحات سابقه مع كيانات مختلفه، لكن هل حضرتك لمست ثقل السي في بتاعه ده الى هذه اللحظه؟ في مواقف مش المفروض يبقى حد لما يكون جاي لك حد تقيل قوي صح تشوف له اماره من بدري بدري؟ لا يعني هو في مواقف معينه بتبين ان هو الخبرات دي بتظهر، بس هي مش هتظهر مره واحده، يعني هو مش هيعمل يعني بس احنا عدينا لعبنا ماتشين ليبيا ولعبنا يعني عدت مجموعه كبيره من المباريات برضه. ما لعبنا في ما في ليبيا ظهر له يعني علامات في سواء المباراه الاولى او الثانيه، كان له شكل كان له اداء يعني خبراته بهتت على الفرقه، يعني فنقدر نقول ان الى حد ما نقول بهتت لكن ما تلونتش. يعني حضرتك بالبلدي كده مطمن على منتخبنا الوطني تحت قياده كيروش؟ ان شاء الله باذن الله منتخبنا باللعيبه اللي موجوده عندنا وبالروح الموجوده وبالدعم الاعلامي والجماهيري اللي هي اساس نجاح اي فرقه، مع وجود كيروش ممكن ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه، و على الاقل على الاقل نكون موجودين في هذه البطوله للمربع الذهبي.